عندما تفكر في إطلاق مشروعك أو تجسيد فكرتك في الميدان، أول عقبة تواجهك هي الضرائب. اليوم بدأت بوادر الانفراج تظهر، خاصة بعد إلغاء العديد منها، على رأسها الضريبة على النشاط المهني أو لطب، قرار كان له صدى إيجابي خاصة لدى الشباب. الآن راح نحا هذا اللطب وسمح للحاملين المشاريع أنهم يجدد فيهم التحفيز لإنشاء شركتهم على أرض الواقع. دونك أنا كحامل مشروع نشوف بلي هذا قرار إيجابي جدا وجرعة أمل لحاملي المشاريع، وهكذا زاد بين أنه الدولة ورئيس الدولة راهو يرافق في المؤسسات باش يجدد وينعش الاقتصاد الوطني. دونك هذا أمر مهم جدا ونشوفه أمر جد جميل للجزائر الجديدة. إلغاء هذه الضريبة من شأنه خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي خفض الأسعار النهائية للمنتجات، ومن جهة أخرى يشجع القرار على جذب أموال السوق الموازية والتصريح برقم الأعمال الحقيقي. إلغاء لطاب، ضريبة لطاب هذه اللي راح تشجعنا باش التصريح الضريبي يكون واضح وما يخوفناش ويخلينا نتشجعوا باش نكونوا رؤوس أموال مصرح بها سواء البنكية ولا ضريبية. احنا نثمنوا هذه القرارات من بينها إلغاء لطاب على المستثمرين وعلى المنتجين على المستوى الوطني، وكذا إلغاء التيفية وتخفيضها على مدخلات منتجات الدواجن. هذا ما يساهم في تخفيض القيمة تاع المنتجات النهائية. من خفض قيمة بعض الرسوم إلى إلغاء أخرى، يشهد الميدان إصلاحات ضريبية عديدة تقوم بها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال، موازاة مع صدور عدة تشريعات على رأسها قانوني الاستثمار والعقار الاقتصادي. الكرة اليوم في ملعب المستثمرين للانطلاق في تجسيد مشاريع استثمارية خلاقة للثروة ومناصب الشغل.